بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتصور أهم شيء أن الأصدقاء مهما تمكنوا في هذه 10-40 وأخير الشهر يقومون بالدور تبليغي، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الفرص يجب على الإنسان أن ينتهزها، يغتنم الفرص فإنها تمر مر السحاب. أيام وفيات، أيام مواليد، أيام زيارات، شهر رمضان، هذه أيام فرص وأيام تبليغ وبلاغ. إنسان يتمكن أن يذهب إلى بلد آخر فبها ونعمة، ما تمكن أن يذهب في نفس البلد أكو محلات قراية، حسينيات، مساجد، ما أشبه، يتمكن أن يقوم هناك بدوره. وليس بلازم أن يدعو الناس الإنسان، الإنسان يجب هو يقدم، مو أنه يدعى. إذا دعي حسن، إذا لم يدعى هو يروح. الأنبياء ما كانوا يصنعون، كانوا هم بأنفسهم يذهبون إلى الناس ويبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا ذهب فبها ونعمت، إذا لم يذهب في نفس هذه الأماكن الموجودة. وليس بلازم أن يبلغ الإنسان فرد 10,000 إنسان، حتى الإنسان واحد. لنفرض أنك ذهبت إلى حسينية وهديت إنسانا ونظمته في سبيل الإسلام وأعطيته بعض الكتب وصادقته وأرشدته إلى الخير والفضيلة والتقوى، هذا شؤون حسن. في أيام 40 وآخر صفر على الإنسان أن يعمل أقصى جهده في التبليغ والإرشاد والنصح والهداية. هذا موضوع. الموضوع الثاني أن الإمام عليه الصلاة والسلام قال: ادعوا الناس بغير ألسنتكم. وهذا جدا صعب وجدا مثمر. وفي الحديث: من يذكركم الله رؤيته، لأنه إنسان عامل عالم تقي صاحب فضيلة. وهذا مش سهل. من السهل أن تحفظ منبر وتروح وتقرأ للناس، تكون في 50 سنة مثال فضيلة وتقوى، مثال صدق وأمانة، مثال مروءة وعدالة. يجب على الإنسان أن يسعى في هذا الشيء. الإنسان الذي يسب، يستغيب، يسيء الأخلاق، لا يسلم على الناس، لا ينشط، لا يحفظ دروسه، هذا لا يكون أسوة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. الإنسان يكون مثالا واقعيا، هذا الشيء صعب جدا. لكن هذا الإنسان المثالي يسبب إنارة الطريق للمجتمع وللأجيال. كان في العراق سابقا مدرسين للأخلاق في النجف، في كربلاء، مدرسين عاملين مو مدرسين فقط. ومن المؤسف أنه ما عندنا الآن حسب اطلاعي مدرس الأخلاق، وإن كنتم أنتم تتمكنون أيضا أن تجعلوا من أنفسكم مدرسين للأخلاق. لأن الإنسان إذا مشى في طريق وصل، إن من جد على الدرب وصل. ومن الضروري أيضا أن الإخوة في المستقبل يجعلوا من جملة دروسهم
التي يتلقونها درس أخلاق، يشوفون أساتيد وناس مهذبين منزهين يدرسوهم كل خميس كل جمعة وما أشبه. لكن يجب أن يكون المدرس عامل. أنت تدرس النحو عند إنسان مو لازم عامل، أما تدرس الأخلاق يجب أن يكون ذلك الإنسان بنفسه عاملا حتى تتعلم منه وتأتسي به. كان من جملة العلماء الذين يدرسون في النجف الأخلاق للطلبة اسم الرجل أخوند ملا حسين قلي، رجل كبير ومدرس للأخلاق، والمهم أنه عامل بالأخلاق مو أنه يدرس الأخلاق. وهذا الإنسان، لأن الإنسان إذا كان مع الله كان الله معه أيضا، إذا لم يكن مع الله لا يكون الله معه. والله لا يخدع باللسان، لازم يشوف قلبك، لازم يشوف عملك. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى: يا موسى هل تعلم لما اصطفيتك بكلماتي؟ هل كثر بشر؟ لماذا جعلتك أنت مصطفا حتى أكلمك؟ وكما في القرآن الحكيم: وكلم الله موسى تكليما، قال: يا موسى هل تعلم لما اصطفيتك بكلماتي؟ قال: بماذا يا رب؟ قال: لأني قلبت عبادي ظهرا لبطن فلم أرى رجلا أكثر تواضعا منك. يعني عمل تواضع حتى رفع الله موسى عليه الصلاة والسلام. إني قلبت عبادي ظهرا لبطن فلم أرى رجلا أكثر تواضعا منك. كلامنا مو الآن في التواضع فقط، في كل الأخلاقيات. هذا الشيخ العالم في النجف الأشرف واسمه أخون ملا حسين قلي، هذا مدرس العلماء والطلبة يدرسهم الأخلاق، لكنه مثال الفضيلة والتقوى والأخلاق، ولهذا كان كلامه مؤثر. في الحديث: الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان. إذا عن قلبك وعظت أنت رجل عامل، أنت رجل متقي، الله يجعل أثر موعظتك أن تدخل في القلوب. وإذا بالعكس، الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، ولعن الله الناهين عن المنكر والعاملين به. الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، أما إذا خرج من اللسان لم تتجاوز الآذان. وثم فوق ذلك، الشخص الذي يعظ بلسانه ويخالف بعمله هذا عند الله ملعون. في القرآن الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا الحديث الذي تلوناه عن الإمام أمير المؤمنين. وفي حديث ثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب تال، يعني يتلو يقرأ، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، ولا تجسسوا ويتجسس لعنه القرآن، ولا يغتب بعضكم بعضا ويستغيب لعنه القرآن، لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هو يقتل يلعنه القرآن، وإلى آخره. هذا الشخص العالم كان من العاملين أيضا، عالما عاملا مدرسا للأخلاق. فرد يوم كان قاعد بالصحن، صحن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كان فرد واحد في النجف شقاوة على الاصطلاح، يعذي الناس يهين الناس، اسمه عبد فرار. هذا دخل الصحن، من يدخل مكان سوق صحن مكان، الذين يخافون شره يقومون احتراما له، يخافون منه شقاوة. هذا دخل الصحن، جماعة قاعدين بالإيوانات الموجودة في الصحن قاموا له بشكل احترام. هذا الشيخ، شيخ حسين ملا قلي، أخونا ملا حسين قلي،
هذا مكان قاعد في احدى غرف الصحن، اواوين الصحن. هذا عبد فرار مر، هنا مر هذول قاموا، هنا مر هذول قاموا، هنا مر هذول قاموا، هنا مر هذول قاموا، وصل الى هنا المصادف الى الشيخ ملا حسين قلي، هنا قاعد. هذا ما قام له، قاعد. هذا غضب، شقاوة، شرور. تقدم إليه قال تعرفني شيخنا؟ قال هسه شنو أعرفك وما أعرفك؟ قال ليش ما قمت لي؟ قال لماذا أقوم لك؟ قال ما تعرفني أنت شيخنا؟ قال منو أنت؟ قال أنا عبد فرار، يعرف نفسه، أنا أبو جاهل مثلا، أنا أبو لهب. هذا الشيخ أخون بالله حسين قلي قال أنت تقول أنت عبد فرار، هل فار عن الله؟ هل فار عن الرسول؟ هل فار عن الإمام أمير المؤمنين؟ هل فار عن الدين؟ عن ماذا أنت فرار؟ هذا بمجرد سمع كلامه نكس برأسه عبد فرار ورجع، كان يريد يروح، رجع من حيث أتى، رجع راح. القضية والشيخ مقاعد، الشيخ ملا حسين قلي عنده دراسة يومية. غدا صباحا وقت الدراسة مثلا أفرض ساعة واحد بعد الشمس، وقت الدراسة من خلصوا الدراسة قال لجماعته هيا بنا لنذهب إلى أحد أولياء الله لتشيع جنازته. قاموا معه، راحوا إلى أن وصلوا إلى باب بيت عبد فرار. قال وين شيخنا الجنازة؟ قال في هذا البيت. منو؟ تجي هذا بيت منو؟ قال بيت منو؟ قال في هذا البيت أكو ميت، جينا لتشييعه. قالوا هذا بيت فرد واحد شقي شرور عبد فرار مشهور. قال هو هذا. تعجبوا، دقوا الباب، انفتح الباب، اجت زوجة عبد فرار وهي تبكي. خيرا؟ قال هيك، زوجي صبح مات عبد فرار، احنا مجينا لا تشيع جنازتي. لا بأس. هواي هذول التلاميذ تعجبوا. ملا حسين قلي يقول، وكل الناس ما يدرون بالموضوع، يقول انه لنذهب الى تشيع جنازة احد اولياء الله او ولي من اولياء الله ويجيبهم على باب بيت فرد رجل شرور شقي. ما قالوا له شيء احتراما، جابوا الجنازة، الناس اجتمعوا كما تعرفون العادة، أكو في البيت يجعلون بساط حصير شيء، الناس يقعدون يجيبون الجنازة ويودون المغتسل وخلاص. هذول راحوا سألوا عن زوجة هذا الرجل، شنو قصة هذا الرجل؟ قال يروح إلى مكان، بعد شوية رجع، يعني كأنه ترك العمل، وقام يبكي إلى الصبح، يتوب يبكي يتضرع وصبح ما. الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، كأنه ألهم هذا الشيخ، شيخ ملا حسين قلي، أخو ملا حسين قلي، على أنه هذا الله سبحانه وتعالى تاب عليه وصار من الأولياء، اذهب إلى تشيع جنازتي. بينما جيراني بعدهم ما يدرون، لا أول الصبح ميت، وقت اللي هذول رايحين قبل شوية منه ميت. الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب. الإنسان يجب عليه أن يسعى حتى يجعل من نفسه مثالا، مثالا علميا، مثالا عمليا، مثالا أخلاقيا، مثال التقوى، مثالا زهد في الدنيا، مثال لازم يكون، وهذا أهم شيء في المجتمع. أما إذا ما صار هالشكل شيء يصبح إنسان عادي، طلبة عادي، منبري عادي، مؤلف عادي، ما أكثره، وماذا هواي موجود. لكن الإنسان يكون إنسانا هكذا، هذا الشيء المهم في الحال. يعني تحفظ لسانك 50 سنة، تحفظ عينك 50 سنة، تحفظ أذنك 50 سنة، تحفظ إيدك 50 سنة، تحفظ بطنك 50 سنة، تحفظ فرجك 50 سنة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي الشر. يعني لسانه، بطنه، فرجه. اللقلق يعني اللسان، القبقب يعني البطن، الذبذب يعني الفرج. من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي الشر. يعني الإنسان يحفظ نفسه.
يحفظ عينه، يحفظ أذنه، يحفظ لسانه، يحفظ بطنه، يحفظ يده، يحفظ رجله، يحفظ قضايا جنسه. هذا الإنسان يصلح أن يكون في المجتمع إنسانا مرشدا هاديا مبلغا مؤلفا كاتبا، والله يحبه. وإلا من البسيط إنسان كم درس يقرأ وكم منبر يصعد وفرد فلوس يأخذ ومن هالقبيل ويروح، وإنسان يعيش عادي، هذا مو مهم. فرد واحد كان من أولاد عمر بن الخطاب في أيام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل يقعد في مسجد رسول الله وحفيد الخليفة الناس يلتفون حوله ويسب الإمام موسى بن جعفر. هذا عاد بعض أصدقاء الإمام قالوا يا ابن رسول الله إننا نتمكن من قتل هذا الرجل، هذا من يروح بالدربون يم بيته نغتال نقتله، يبحب دمه هدر، وهذا مرتد يسب الإمام مرتد، يعني جائز القتل. الإمام قال لا دعوه، أنا لا أنا أسوي. هذا عنده مزرعة، هذا الرجل العمري عنده مزرعة خارج المدينة. في يوم بعد زراعة في صيف، الإمام موسى بن جعفر ركب حماره وذهب، وذهب حتى وصل مزرعة هذا الرجل. مزرعة ما عنده حيطان، مزرعة خيار باذنجان طماطم من هالقبيل. دخل مزرعته بحماره ودخل المزرعة، هذا العمري قاعد قال أوه وين تجي ضد الإمام ويسب الإمام دائما وعدو الإمام. الإمام ما دار له، راح هالشكل، راح حتى وصل إليه وقام يصيح على الإمام. قال وش تصيح؟ الإمام قال له، قال له أنه خربت مزرعتي. قال الإمام حسنا كم صرفت على المزرعة؟ قال 100 دينار. قال وكم ترجو منه؟ قال أنا مو عالم الغيب، إنسان الخشن في كل شيء خشن. الإمام قال ما قلت لك أنت تعلم الغيب، قلت كم ترجو؟ يعني صارف لي 100 دينار، إيش كثر ترجو الربح؟ 50 60 100. قال أرجو 100 دينار أيضا ربح، يعني 200. الإمام أخرج من جيبه كيسا فيه 300 دينار، قال هذا أخذه وبستلم إليك. ثم رجع الإمام. غدا هذا العمري كان جالس في حلقته في مسجد المدينة، وهذا الإمام يمر من بعيد، قال هذا فرد رجل عالم كبير تقي جزاه الله خير حفيد رسول الله. الناس سألوا عنه تعجبوا، هذا شنو هذا؟ بارحة هالشكل، أول بارحة هالشكل، سنة هالشكل، 5 سنوات هالشكل، اليوم يتقلب. ما قال له شيء، قال لا لا أنا أعرفه، هذا الله أعلم حيث يجعل رسالته. فرد واحد أجل الإمام نقل القصة، يعني في مجلسه الإمام قال هل هذا كان أحسن لو أني آمر بعض أصدقائي يقتلوه يغتالوه؟ يه أحسن، جعلت لسان شر بدلته لسان خير، هل هذا كان أحسن؟ أو نقتله ويصير مشكلة وكذا وشي ومنه قتله وهذا عدو منه، لا لا تحقيقات المعروف. لكن هذا يحتاج إلى أخلاق الأنبياء، إنسان الشكل في أخلاقه، في عفوه، في صفحه، في تواضعه، في إنسانيته، في مروءته، في عدالته. أهم شيء هالأصدقاء الجالسين هنا أن يعملوه أخلاقياته، أهم شيء هذا. وهذا يومي من أول الصبح أنت مبتلى به إلى الليل، يعني مو مال يوم ولا 10 أيام ولا سنة ولا 20 سنة، إلى أن تموت أنت مبتلى بهذا الشيء، أي ما إلى هالطرف وأي ما إلى هذا الجانب، كلاهما صحيح. كتاب أكو اسمع المغني يقول أي ما وإما، كلاهما صحيح. الشاهد على أنه الإنسان يجب عليه أن يكون مثال الأخلاق والتقوى والفضيلة. كان عندنا فرد عالم في كربلاء، عندنا مدرسة في كربلاء اسمه مدرسة باتكوبة، بعد كوبا من البلاد الإسلامية والآن تحت سلطة الشيوعيين الروس. لأن قبل 200 سنة نفوس إيران كانت 100 مليون، الروس أكل كل هذني، الآن نفوس إيران 40 مليون، بقيتها في الاتحاد السوفيتي. كانت عندنا هناك مدارس، مساجد، حسينيات، الآن في قم 50 مدرسة تقريبا في بخارى وحدها. بخارى صحيح البخاري سامعين،
بخارى اسم مدينة، في بخارى وحدها كانت لطلبة الشيعة، لأن بخارى مدينة شيعية، ولو البخاري هو سني صاحب الصحيح، لكن بخارى هي مدينة شيعية والآن بيد الروس. في بخارى وحدها كانت 300 مدرسة، 300 مدرسة أكو. فمدرسة من مدارسهم هذول اجوا بات كوبا، نفط عندهم، زراعة، كل شيء عندهم، لكن تحت الضغط والاضطهاد، إلى أن ينجيهم الله سبحانه وتعالى. الآن 65 سنة تحت الضغط والكبت، وإن شاء الله أنتم إذا صرتوا كتاب أيضا يجب أن تكتبوا حول هذه الشؤون، كيف صارت بلاد الإسلام مبضعة قطع قطع، وكيف أكلوها، وتقولون فوق منابركم أيضا. أكو مدرسة بات كوبا، أنا كنت أدرس هناك سيوطي وأنموذج وجامعة المقدمة، تقسمها قبل 45 سنة 48 سنة هالشكل. مدرسة موجود، كانت الآن خرجنا من العراق، مدرسة تسمى مدرسة بات كوبا، يعني بات كوبا أيضا من البلاد الإسلامية التي الآن تحت نير الشيوعيين، مثل تل أبيب اللي بلاد إسلامية لكن تحت نير اليهود. هاي المدرسة كان عندنا عالم في المدرسة، يقين متوفى الله يرحمه، هذا العالم كان كلش مؤدب، كلش مؤدب، خلوق، مؤدب، متواضع، متقي. هذا فريد يوم كان قاعد بالأيوان المدرسة، أيوان كان أطراف المدرسة هالشكل، مو مسقف، فوق سطح، أيوان مو مسقف. هذا كان قاعد فريد طلبة من الطلاب في السطح، هذا غسل هدومه في الطشت، غسل هدومه وماي الهدوم، سوء أدب من نواقع، من فوق شبل لتحت، هاي خلاف الآداب حتى إذا ماكو أحد. هذا الماي والصابون والوقف والوساخة والنجاسة كل أجي على رأس هذا الشيخ الشايب اللي كان قاعد بالإيوان، كل انشب يعني وسخه، وهي إهانة وبللة. هذا كل شيء ما قال أبدا، حتى ما باوع فوق أبدا، قام من مكانه، نزع هدومه، لبس فرد فوطه وزره، راح بالحوض غسل نفسه، أيام الحركة غسل نفسه وغسل ملابسه وراح شراهن في السطح، وفرد 4-5 ساعات حتى جفت ثياب لبسه وراح. بس حقيقة شوفوا الأخلاقية، إنسان لازم يكون خلوق، لازم يكون صاحب فضيلة، لازم يكون صاحب تقوى، وأنا الطالب ما شاء الله بكثرة أكون متدينين بكثرة أكو. المهم أن الإنسان يسعى حتى يجعل من نفسه هكذا. ففي القرآن الحكيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني وقت اللي يسب الجاهل يقول الله يسلمك، الله يحفظك، إلى أن يقول شهادة في آخر الآية. إن شاء الله ما تنسون الإخوان، يومي اقرأوا القرآن ولو صفحتين اقرأوا، هذا ضروري، لأن القرآن أم الفضائل، والمعلم الأول للإنسان هو القرآن. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. والنبي الأعظم قال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. في القرآن أيضا وجوب التمسك بالعترة، إن شاء الله ما تنسون، يومية صفحة صفحتين، الله يرحم والدي كان يحفظ القرآن كله، ويومية صبح بعد صلاة الصبح، أول الأذان يصلي الصبح، بعدين يقعد فرد جزء من الحفظ يقرأ إلى أول الشمس، ثم يقوم على دراسته وبحثه. الله يوفق الإنسان الذي يقرأ القرآن، يعمل بالقرآن، يقول تفسير القرآن، يقرأ تفسير القرآن، يكتب تفسير القرآن، لأن هذا كتاب الله. مهما تمكنتم تمسكوا بالقرآن. الكلام في هذه الآية كان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم يقول: اجعلنا للمتقين إماما، يعني لازم الإنسان يهتم حتى يكون إماما للمتقين، يعني الناس يقتدون به، يعني الناس يأتسون به، يعني عباد الرحمن، عبد الله عبد الرحمن، لازم يكون هذه صفته،
يعني أنه دائما في فكر أنه يجعل من نفسه مثالا حتى الناس يقتدون به، مو الناس العاديين، حتى المتقين يقتدون به، يعني هو أضرب من المتقين. وجعلنا للمتقين إماما، بعدين الله يقول أولئك يجزون الغرفة، هذول اللي عندهم نعطيهم غرف الجنة. إذا صيح عليك تقول له صيح عليه، إذا سبك تقول له سب، إذا أهانك تقول له تهينه، إذا كذب عليك تقول له تكذب عليه. الإنسان دائما لازم يكون بأخلاقه أسوة. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.